يوسف يوسف تعال يا بتاع. ايه يا بي؟ بتوقف في عرس اختك ها؟ انت البواب، اي حدا من المعازيم معه ولد ما بتفوته. ايوه حتى لو كانت عمتي بهية. لك مين ما كان يكون؟ عمتك بهية غير بهية مين ما كان يكون؟ شو هالخبر اللي سمعته ها؟ خير يا شيخ شو في؟ عالطارم وعامل تلبيسة. ايه والله اختصرناها بعرس نسوان وربي يسير. ايوه يعني بس النسوان اللي بتتكورات ونحن بروح علينا حلوان الصلحة. لا تقول هم عمي، عزمت لك نسوانك الثلاثة. أنا نسواني ما بيروحوا لقرني، لا عرسه لا غيره، إلهم ثلاث طلعات ما بيغيرون. أول طلعة من بيت أبوها لبيتك، هذا رقم واحد. ورقم اثنين من عندك على الحج معروفة. والثالثة على المقبرة. بقى عمي بدكم تحلوني ولا تطلعوني بلوشي؟ أعوذ بالله شو هالعقيات، من عيوني التنتين. الله يرضى عليك يوسف، نط جيب له كيلو بالضرمة للشيخ سعيد. خليهم اثنين، ربي يوفي عنك الدين. ايوه شو بدها تحكي عنا العالم يا بي؟ ابو محمد القفل فرحان بعرس بنته وعم يوزع دندرمه، اي والله مو من عاداتنا. لو كان خيت علك شو ما بده العالم، انا هيك مخي وهيك مبسوط. خليك مبسوط عمي وفرح، يلا يوسف يلا تحرك. امرك شيخي امرك، يلا. الله يرضى عليك. عود السنانه بين ما يبدك البندر معه. هذين بشيخي والله شر.